مع رؤية حضرتك. هيشارك معنا هاتفيا الآن الأستاذ الدكتور مجدي نزيه، أستاذ ورئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية ورئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية. دكتور مجدي، مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. اسمح لي في البداية طبعا أرحب بيك، وأنا سعيد بمشاركة حضرتك معنا في هذا الحوار. سأترك المجال، أنا هسأل حضرتك بعد ما يوجه أستاذ إبراهيم حجازي كل الأسئلة اللي حابب يوجهها لحضرتك لتشترك معنا بمعلومات مهمة طبعا تثري هذا الحوار للسادة المشاهدين. تفضل يا أستاذ إبراهيم. مساء الخير يا دكتور. تأخير يا فندم. أهلا وسهلا. زي حضرتك؟ الحمد لله. تسلم طب انت لعل حضرتك بتتفق معي ان الخمس سنين او ست سنين الاولى في حياة الانسان هم كل حاجة، نفسيا وعمليا، وفي السمنة، في موضوع السمنة والوزن الزائد والوزن العادي او الرشاقة. مظبوط، هي اكثر اثرا. والعادات الخاطئة كلها بتبتدي من هذا السن الصغير. فياريت حضرتك يعني، عشان الأمهات بتبقى بالذات اللي لهم تجربة قليلة أو سن صغير مش عارفين، ياريت حضرتك، لأن احنا عندنا مفاهيم خاطئة أن الطفل لازم يبقى مكلبز والإزداغ يقرصوا فيه كده وبتاع. فياريت حضرتك تقول لنا ما يجب أن يكون في الفترة ديت علشان ما نعانيش في الفترة اللي بعدها. تمام. هو خلينا نقول لهم حاجة في البداية، أن في دراسة طلعت في الولايات المتحدة عن البدانة، كان عنوانها باللغة العربية البدانة هي الباب العريض لانقراض الجنس البشري. هذا المصطلح يعني الكثير، أي البدانة هي المصدر أو الينبوع الذي يخرج منه كافة الأمراض المزمنة. ده عنوان، ومن له عقل فليفهم. نيجي نخش تفصيليا حاجة بسيطة. كل شيء يؤثر في وزن وبدانة الطفل أو صحته، بما فيها المرحلة الأولى اللي بنسميها مرحلة الرضاعة المطلقة، وهي منذ الولادة حتى سن 6 شهور، ومن اسمها واضح أنها رضاعة فقط. حتى تغذية الأم لو خطأ لبنها بينزل عالي الدسم يسبب زيادة في وزن الطفل، فينبغي أن حتى تغذية المرضعات تكون محسوبة. يخش بعد كده المرحلة الثانية من حياته غذائيا تبع تصنيف علوم الغذاء والتغذية. المرحلة الثانية هي مرحلة الفطام، هنا الكارثة، لأن زي ما حضرتك تفضلت، العادات والمعتقدات والمدركات اللي موجودة عند قطاع كبير من المستهلكين ان التغذية الجيدة هي لابد انها تكون مصحوبة بشكل يشاهد، اشوف حجم قدامي، اشوف خد مورد، اشوف مش عارف ايه. انما النقطة الحقيقية، وهي ان التغذية الجيدة لابد ان تترجم كطاقة لا ترى وليس حجم يرى. ومن هنا بتبتدي تخش العادات الغذائية. اسلقي بطاطس مع جزر واديها للطفل، ادي اول حاجة تحتها خط. تاني حاجة جاله اسأل على طول مية رز ومعاها نشا ومعاها ومعاها ومعاها، يعني شيء. تالت حاجة ابتدي طعميه زبادي وعليه معلقة عسل نحل، ظنين ان عسل النحل هيدخلنا الجنة. كلها معتقدات غريبة. نبتدي أبسط حاجة، عايزين نجامل أطفالنا عشان أطفالنا ما يبصوش ويبقوا محرومين، نديله شوكولاتة، أنزل أجيب لهم قلة الأدب اللي بتتباع في الشوارع، وتكون النتيجة مزيد من الدهون، مزيد من السعرات، قليل من المغذيات الصحية والمناعية. ومن هنا بتكون الكارثة. أبسط حاجة النهاردة كمان، خلينا نقول إن إحنا مش هاين علينا، نقوم نعلي ونوطي التلفزيون جايبين له ريموت كنترول. هذا أصبح شأن مختلف الفئات جوه الأسرة الواحدة. نلاقي ده قاعد وبينادي على ده بمسج على الواتساب، مستكلف حتى يقوم يبص يناديله. كارثة الكوارث.
أبسط حاجة وهي أفضل وأقوى وأصح مثقف غذائي حقيقي جوه الأسرة اختفى، وهو الوجبة العائلية. متنحكين في أن كل واحد له وقت خاص بيه، وطبعا هذا هراء. اللي عايز يلتزم بوجبة عائلية مش لازم تكون وجبة غدا، ممكن فطار، ممكن عشاء، ممكن أتني تايم، إنما لابد أن كل أفراد الأسرة تجتمع ويأكلوا أكل واحد ويأكلوا بمقادير موزعة. من هنا يبتدي يحصل التنظيم. عشان كده بنقول نصيحة للجميع، للآباء والأمهات، من فضلكم إليكم الآتي: اعتمدوا على كل ما هو طبيعي وتجنبوا الاعتماد على كل ما هو سابق التصنيع لإضافة عليه مركبات كيميائية بغرض الحفظ أو التزيين أو عدم التزنخ. الأثر البالغ الخطير اللي بيبقى على الكبد وعلى الرئة، والنهاردة ما أكثر الحالات اللي بنسمع عنها يقولك ده عنده حساسية على صدره. الشيء الثاني، ما نجملش عيالنا بالأكل والشرب. ليس للثواب والعقاب الأكل والشرب، الأكل والشرب للتغذي وله مواعيد. ومن هنا بنقول أيضا من فضلك يا أم اضبطي الساعة البيولوجية النهارية، يعني افطار بدري، غدا بدري، عشاء بدري. ودي نقطة تانية مهمة جدا. نقطة بعد كده، رجعي الماء إلى مكانته الموقرة على الموائد بدل عبوات العصير والمياه الغازية. احنا النهاردة نسينا المية ونسينا انها من افضل ما يمكن لضبط الوزن بطريق غير مباشر، من افضل وارخص واسرع وامن الوسائل لمكافحة كافة الامراض المزمنة. السكر، دهون الدم، السموم اللي بتتراكم في الجسم نتيجة سواء تلوث الهواء أو تلوث الأكل. المية علاجها، احنا اختفيت المية. نمر النقطة اللي بعد كده، هو على قد ما نقدر نلتزم بتناول كل غذاء في موسمه. ما تبهاش ان انا عندي ديب فريزر، ما اعرفش ماركة ايه الامريكية او ماركة ايه الغربية، وان انا باكل حاجة الصيف واخزنها واكلها في الشتاء واكل حاجة الشتاء. كلام غريب، ما احناش واخدين بالنا ان ربنا اما عمل حاجة معينة، وليكن مادة الكورتيزون الطبيعي شغل ربنا المضادة للأورام، وهي المادة المخاطية اللي موجودة في القلقاس والبامية والملوخية، أما ربنا حطها في الصيف ربط معها فيتامينات ومعادن في البامية والملوخية، وأما حب يحطها لنا في الشتاء ربط معها نشا عشان الجو ساقع في القلقاس. إذن أنا ليه أبوظ النظام؟ أنا بضل بسلوكياتي المتطرفة، ده اسمه اكستريم، ده تطرف غذائي. هنا المشكلة. عشان كده بنقول للناس من فضلكم تعاملوا مع الأغذية المصنعة، ومن هنا ينبغي أن تكون البداية، تعاملوا مع الأغذية المصنعة تعاملكم مع الدواء وليس الغذاء. لأن احنا بنعدي كيماويات في أجسامنا وبناء عليه نعتمد على كل ما هو طبيعي. مهم جدا ان انا ارجع ثقافة اتعشى واتمشى. شكوى كتير من البدناء يقولك نعمل ايه يا دكتور، ناخد ايه علشان نخس؟ لا، قولي اطلع ايه عشان اخس، مش تاخدي. انتي اوريدي خدتي كتير فوزك زاد، طلعي بقى اللي خدتيه. وافضل نشاط بدني لنقص الوزن يأتي بعد اخر وجبة. يعني نظرية تتعشى وتمشى، أطبق نظام زمان الفطار مع الفجر والعشاء مع العشاء، واتغدى أما الشمس تكون في نص السماء. يعني حضرتك بتقول قبل وقت النوم بوقت كافي، يبقى في فارق زمني كبير إلى حد ما بين آخر وجبة وبين أقل حاجة 3 ساعات. طيب 3 ساعات يا فندم. طيب أنا ما أعرفش طبعا إذا كان أستاذ إبراهيم حابب حضرتك شرحت شرح وافي جدا وسعداء بمشاركة حضرتك معانا. أنا هسأل بس في عجالة لأن حضرتك جاوبت تقريبا على أي شيء كان ممكن أفكر إني أوجهه لحضرتك من أسئلة. هل قولا واحدا هذا الأمر النمط السليم للتغذية في الست سنوات الأولى ممكن يمثل فارق كبير بالإيجاب أو السلب على فرص حياة الإنسان وتكوينه بدنيا وفرصه في النجاح الرياضي بشكل عام؟ أشكر حضرتك على هذا الطرح، وأحب أرد بنتيجة دراسة عملتها
تقريبا سنة 2001. معدل البدانة النسبة اللي طلعت لدى الأطفال في سن ما قبل الخامسة من العمر كان 7.5%. فوجئنا ان الأطفال دي اما انتقلت لمرحلة المراهقة 7.5 اتضربت في 3 بقى 22%. الأفراد دي بالحسبة المنطقية اما تصل الى مرحلة الرشد هتبقى تضرب في 3 هتبقى 64%. اما نصل الى مرحلة الشيخوخة المبكرة هتزيد عليها على الاقل نتيجة بقى الثراء او الرحرحة او السن شوية او ان العربية دلوقتي السواق هو اللي بيجيني الحاجة و60 هتوصل لحاجة و80. وده ما يشاهد اليوم كل 10 يمروا قدام عيون حضرتك هتطلع منهم 8 اوبيز. كلام مهم ودراسة واضح ان الحاجات دي يعني محتاجين نتابع ده مع حضرتك في حلقات جاية. هل حضرتك تحب توجه اي اسئلة تانية دكتور مجدي يا استاذ ابراهيم؟ دكتور مجدي طبعا بشكر حضرتك جدا و... العفو يا فندم. طيب هو والموضوع اصلا يعني دلوقتي الدولة عاملة وزارة الصحة عاملة حملة وكشف وكلام ده لمولود بس عاملة يعني هي بادية الدولة بدأت في الحتة اللي فيها تجميع اللي هي المدرسة فبدأت من 6 سنين. طبعا احنا للاسف طبعا انت حضرتك وانت بتقول هو الانسان عدو نفسه يا فندم كل الاختراعات اللي عاملها ضيعتنا كلنا. كل الحاجه الثانيه ان احنا محتاجين وانا يعني احنا عايز الموضوع يعني احنا يعني بعد اذن سيادتك ان احنا هيبقى فقره دايما بنتكلم في حته معينه وزاويه معينه لان احنا اذا كنا عايزين نتكلم حتى يبقى عندنا رياضيين لازم نتكلم الكلام ده من الاول لان هو ده صحيح. لازم نبتدي من الاول. فاسمح لي يعني هنزعج حضرتك شويه لان لابد ان يكون هنالك يعني الموضوع ده كان يجب الحاجات دي تبقى راي عام تبقى قضايا راي عام وعشان توصل قضايا راي عام يبقى زي حد زي حضرتك كل المتخصصين كلهم يبقى صوتهم بيوصل للناس بطريقه او باخرى. المهم فاحنا واحنا دلوقتي الدوله مهتمه ودي قضيه على فكره مهمه جدا ودي من القضايا اللي نقدر نقول عليها امه في خطر يعني نقدر نقول الوطن في خطر لما يبقى كل اللي جاي بالكلام ده كله. ف واذا كنا بنشكر حضرتك انما دي بدايه وهتبقى يعني ان شاء الله هنكمل في هذا الموضوع فقره دائمه ومستمره سواء هنا يا فندم او بعد اذن حضرتك يبقى في الاهرام كمان ان شاء الله وهكلم حضرتك ان شاء الله النهارده بعد البرنامج ان شاء الله. من عيوني يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور مجدي نزيه استاذ ورئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذيه وايضا رئيس المؤسسه العلميه للثقافه والتغذيه. شكرا جزيلا لحضرتك.